صار عندي يلا برجع لك يلا يلا نسمع ام فيصل عاد الجمهور يطالب قلنا بنسمع شيء من فيصل كيف الحال يا مغترب يا طيار فوق السحب هل انت على ما يجب ام انت في حاله صعب كيف الحال يا مغترب اهلك دايما يسالوا ما ملوا ولا بطلوا مشغولين بك يشغلوا يا من لليمن تنتسب كيف الحال يا مغترب كيف الحال يا مغترب هل أنت على ما يجب أم أنت في حالة صعوب كيف الحال يا مغترب كيف الحال يا مغترب جيلت الواحد قال أمانة إنك شقيت قلبي ياسين على قلبك ياسين تحية تحية طيب في